يا عدل الروح
ولا فاد من كثر الحنين وشق جيبي لهجع يا عز الحرم داري واغلق الباب. مرت علي يا كعبة الوفاق بظلالك الضايا في عزيزة يا ابن الأمجاب وهالسم حزنة ولن وضع راسي على وسايا عميت عيوني والقلب يا أبو علي وتجلس بباب الدار وتهلف أضل دموع تنادي وهي تجذب الون بقلب موجوع يا أبو علي نقطع رجانا لك رجوع ما ظنت ترجع يا ظن والتحي منازلك كانت نيرات بأهلها فأضحت عليها غبرة وقدام ألا لا تزان الدار إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ورد في الدعاء الشريف المنسوب لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. محاور نقاط أربع يفتتح بها أمير المؤمنين صلوات الله عليه صباح كل يوم من أيام حياته بقراءة السيرة النبوية المطهرة، وكأنما صار هذا إعلاما إلزاميا على كل مسلم أن يتطلع في سيرة هذا النبي الكريم ويفتتح يومه بقراءة هذه السيرة المباركة. لا نحتاج أيها الأحبة أن ننظر في سند هذا الدعاء وطريقه، يكفينا هذا النفس، نفس المعصوم الفواح، هذه الكلمات القدسية، العبارات الملكوتية والتي لا تصدر إلا من مثل لسان سيد الموحدين أمير المؤمنين عليه صلوات الله وسلامه. وكأنما صدق السيد رضا الهندي حين امتدحه بأبياته قائلا فلولاك يا علي فلولاك ما قلنا ولا قال قائل لمالك يوم الدين إياك نعبد. فما وحد الله موحد وما عرف الله عارف كأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وين تحصل المعرفة التوحيدية
الخالصة. شنو الكلمة؟ افتتح بها صباحه في كل يوم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون، وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وإيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكف أكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل. مقام الأول مقام الهداية، دليل إليك في الليل الألية، هذا في لغة العرب موجود، عبرنا التعبير، هنا الظل الظليل والليل الألية، يعني شنو؟ الحارك الظلمة شديد السواد، ما كان هناك يشع في غياهب ظلمات هذه البشرية إلا نور نبينا الأكرم محمد. اللهم صل وسلم على محمد الذي أشرق على الدنيا وأضاء الأكوان والعوالم في مثل هذه الليلة الجليلة الفاضلة المحترمة المباركة. المقام الثاني قال: والماسك من أسبابك بحبل الشرف. أطول حبل شرف في الوجود هو شرف النبي سيد الكائنات أشرف الموجودات. مقام الثالث ناصع، ناصع يعني شديد البياض، ناصع الحسن في ذروة، ذروة الشيء هي أعلى منطقة فيه. الكاهن أعلى الظهر بين المنكبين، الأعبل شنو الأعبل؟ العظيم الضخم، الجثة يقال عنه أعبل. شوف التوصيفات، ناصع الحسن في ذروة الكاهل الأعبل. بعد مقام الرابع الثابت القدم على زحاليفها، الزحاليف منزلقات الأقدام، كل شيء يزلح يعبر عن زحاليف. في الزمن الأول ماذا زمان هو الثابت، بعد ذلك يحن على شريعة فلان ولا علان. يا أخي أنت من تنسب إلى شريعة أحد من الأنبياء فسيكون ذاك إماما له، والإمام أفضل المأمور. إيش أنتم هو سيد الأنبياء؟ هذا تناقض، ما ممكن قبول على شريعة إبراهيم أو على شريعة أحد آخر. هو كان على شريعة توحيدية إلهية خاصة منذ الزمن الأول قبل خلقة الدنيا. بعثت وآدم بين الماء والطين. العقل الأكمل يسمونه الصادر الأول، يعني مفتتح الوجود، سر خلقة الكائنات. يقول لي جابر، هاي رواية ثقيلة خطيرة من روايات المعارف، ترى مو بس احنا عندنا، حتى هم الجماعة جاءوا بروايات عديدة في هذا المجال، من ضمنها الإمام أحمد في مسنده ذكر هاي رواية جابر بن عبد الله. أول ما خلق الله ما هو؟ شنو أول شيء الله خلق في الدنيا كلها؟ ما تحب تعرف أصل الوجود، مفتتح الكائنات، بداية القضية. قال أنا شو مدريني، تسأليني هالأسئلة هاي توهقني، أنا ولدي على حالي. قال أعلم، أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، خلقني قبل خلق الخلائق بألفي عام. ما في ملائكة ولا سماء ولا أرض ولا شيء، أول ما خلق الله. ثم فتق من نوري نور علي، فخلق منه العرش والكرسي. أقول خطيرة الرواية، وكل من يتحملها. ثم فتق منه نور فاطمة، ففطر منها السماوات والأرض. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. ولذا سموها الزهراء. ليش زهراء؟ اللي زهرت، اللي نورت،
اللي ضوت كانت مضيمة طمسة لولا نور فاطمة. مو احنا عايشة تقول كنا نستصبح في الليلة الظلماء بنور وجه فاطمة. من تدخل على النظر والمكان يسبقها نورها بين يديها، وكنا نغزل على نور وجهها. ما قالوا زهراء، اي زهراء مش قاعد تحكي. هل كمل الرواية؟ يقول ثم فتق منه نور الحسن، كلهم نور واحد، فخلق منه اللوح والقلم. ثم فتق منه نور الحسن فخلق منه الملائكة والجنة. بيدهم صلوات الله عليهم أجمعين. يقول بنا بكم فتح الله، فتح الوجود يعني، وبكم يختم. منذ الزمن الأول يقول ثابت القدم على زحالفها، ناصع الحسن في ذروة الكاهل الأعبل. ليش أمير المؤمنين يوصف كل يوم من الصبح يقول اقعد اقرأ سيرة النبي، تعرف على سيرة نبيك، لازم كل يوم تقرأ هذه السيرة لمواجهة الإعلام الأموي المضاد. من يقدر يطعن في نسب رسول الله وهو الناصع الحسن؟ شدة بياض، ما في على وجه الأرض أنصع من نسب رسول الله وأشرف منه صلى الله عليه وآله. وكل قبائل العرب إلى اليوم يتمنون أن ينتسبوا لبني هاشم، كل من يتشرف في نسبته لبني هاشم. من يقدر يطعن في نسب النبي وحسبه؟ ما سووها الا بني اميه معاويه. طاير شراب تتبطط اوداجه، يقوم صارخ حكم اخوتين فهلك وهلك ذكره، حكم اخو عدي فهلك وهلك ذكره، اولا زاد ذكر ابن ابي كبشه. يا النبي يتلى على المنابر خمس مرات، لا والله الا سحقا سحقا دفنا دفنا. روائح متينه خبيثه تفوح من قلب معاويه ضد رسول الله. تدري مر يوم من الايام على الابواب قرية نواحي المدينة، سأل جماعة ايش يسمونه؟ قالوا الابواب. قال هني دفنت امه. قالوا بلى، ها هنا دفنت امنة بنت وهب سلام الله عليها. قال يلا ودوني لها. ذهب الى قبر ام النبي وامر بنبش القبر وتخريبه. ايه حقد في قلبه، ما يريد اسم الى رسول الله. تنفيذ المخطط اليهودي اسيادهم الذين غرسوا هذه البذرة في وسط قريش، ألا وهي بذرة أمية. رومي يا جماعة، ما له أصل ولا فصل. الناس شافوه اندهشوا، وش هالولد هذا؟ عيون خضراء وخدود حمراء. قالوا أعبد هذا أم أما؟ قالهم لا، وليس أنا وإنما هو أمية على وزن بنية. ومشت عليه أمية. يا أمية نسيت الناس اسمه، قالوا لهم هذا أمية منهم ما يعرفونه إنه اسمه. إلى أن نشأ وتعرى في وسط قريش. والعجيب الغريب أن أرباب التاريخ كلهم ينصون على أن أمية هذا كان عقيم لا يعجب، إلا أنه خلف 13 ولد. ما أنتم تفهمني هذا؟ ذكوان استشار ماله، أم يهودي مثلي فازع بالليل والعياذ بالله. كلهم أبناء الزنا، أبناء عواهر. ذولا أولاد ميسون صاحبة العلم الطويل، أبناء هند صاحبة البيت المشهور، هاي الشجرة الخبيثة التي نبتت في وسط قريش، الشجرة الملعونة التي لعنها القرآن. أحد يقول لي معقولة؟ يعني أقول لك نجح، تعال تقبل ما تقبل، نتيجة هذا نجاح. حكما
الأمة الإسلامية وارتقوا على منبر النبي صلى الله عليه وآله، وقد حذر منهم رسول الله أشد تحذير تلك الليلة التي رأى فيها رؤياه المفزعة والتي ما شهد بعدها النبي ضاحكا طينة حياته كآبة خيمت على وجه النبي، كلاب قيادات تنزو على منبره الشريف. راح الدين، ضاعت الدعوة، صبح الصباح أخذ ينادي: أيها الناس إذا رأيتم معاوية على منبري هذا فاقتلوه. وشتري أصرح، شنو تطلب أوضح من هالكلام هذا؟ شنون قدروا فلبن مية يغسلون أدمغة الأمة الإسلامية ويسيطرون عليها؟ ولصقوا روحهم في وسط قريش، شلون هالفبركة؟ تعال نشوف هالدراما الغورية، أرقى أنواع التقنيات الحديثة. لصقوا روحهم من وين؟ نفذوا من طريق بيت عبد الشمس أخو هاشم أولاد عبد مناف، وقالوا إنهما قد ولدا من بطن واحد. مثل أصقي أنا والله ما لجيب، أول مرة أشوف المعجزة، وش هالبطن اللي بيولدهم؟ وش هالرحم اللي ينجبهم؟ وحين وديهم سلمانية قال له جيبوا السيف، ففصلوا بينهم، ضربوهم اثنين توم متلاصقين، ضربوهم ضربة بالسيف ففصلوا بينهم، ما ماتوا لا، بس شوي دم سال بينهما، فتنبأوا أن سيسيل الدم بين أولادهما. وترى ذولا بني أمية تصارعوا ويا بني هاشم، لا دين ولا ديانة، كل زعامة وكرسي وحط سلطة، صار نزاع دنيوي. وصدقت إن حتى معاوية صدق نفسه، ولذا كتب كتاب إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه: يا أبا الحسن، أنا وأنت من شجرة واحدة، ننحدر من نسل عبد مناف. قال: خسئت يا معاوية، أنت جاي تتلعب على من؟ روح عرف أصلك، انظر في أصلك من أين جاي. ليس المهاجر كالطليق، أنا لي شرف الهجرة، أنتوا لطلقاء أدعياء، ما لكم أصل، إيش جاكم هنا في وسط قريش؟ وليس الصريح كاللصيق، أنا نسبي صريح وواضح، أنتم لصقين في وسط قريش. واستطاعوا أن يقوموا بحملة إعلامية عدائية مضادة ضد شخص النبي صلى الله عليه وآله، وأثروا. لا يقول لي ما طلعوا واحد أمي جاهلي فقير يتيم لا حسب له، ما راحوا نساء قريش يعيرونها، شلون يعني يعيرونها؟ أتتزوجين بيتيم أبي طالب وهو فقير لا حسب له ولا نشلم؟ لا حسب له ولا نزل، أي نسب تطلب وأي حسب تريد أعظم من حسب بني هاشم؟ شلون فقير يعني لا مال له؟ هذا ابن عبد المطلب سيد البطحاء اللي ينحر لك 200 ناقة في يوم واحد، يملأ بطون الجياع حتى الغربان نزلت من السماء تأكل من ولائم عبد المطلب. اللي بينحر لي في يوم واحد 200 ناقة، هذا كم يملك؟ أشقد عنده؟ الناقة مصدر الغناء، النخلة والناقة، لو واحد عنده نخيل وعنده نياق خلاص هذا الغني في ذاك الزمان، يعني تقدر تقول يوم حساباتنا 200 عمارة يملك، كم عنده؟ شقد أملاكه؟ هذا ابن هاشم عمري العلا الذي هشم الثريد للحجيج، أكل حجاج مكة، مضيف عندهم، مضيف بني هاشم، كل حجاج بيت الله يجون ياكلون عندهم، دار الضيافة، أي دار الكرم، دار السخاء، دار العطاء، شلون يرمون ولدهم هالشكل يعني فقير لا حسب له ولا حسب؟ ويودون وين؟ البادية. حق ويش البادية؟ قالوا لي يتعلم أصول الفروسية ومبادئ العربية، هو أفصح من نفقة الضاد، يروح يتعلم عربية عدمة، وما سمعنا أن أبناء قريش كانت تأخذ
ودفناها الى الباديه الا يزيد بن معاويه، لان رومي ما يحكي عدل ولو يعلمونه بل يمكنون باكر يقعدون عن كرسي. ما سمع كل قبائل العرب تقوم لسانها بلسان قريش. هنا الفصحاء جمهره حكماء العرب. وين عكار؟ وين المعلقات؟ اين قسم ساعد الايادي؟ اين زهير بن ابي سلمى؟ اين عمرو بن لبيد العامري؟ اين اميه بن الصلت؟ اين زيد بن عمرو بن نفيل؟ وين هم الفصحاء؟ وين الشعراء؟ وين البلغاء؟ مو كلهم في قريش؟ شهر ازدواجيه اللي عايشون اياها. ويتعلم الفروسيه ابو 4 سنوات، هذا تركبه خيل. ولماذا لا يتعلم الفروسية عند سادات الوغى أبطال الهيجاء المعروفين بالبسالة؟ الأبطال الأشاوس في المعاشم معروفين في أبدان الهواشم وفي فروستهم، ليش ما هم علمان؟ حاول معهم الرخين شوي صفصفها منا قال لا، إنما أريد للبادية ليرعي الغنم. بالله عليك سيد الكائنات رعاي الغنم تقبلون أنتم؟ ما في وظيفة يعني أفضل؟ ولو إيش يرعي غنم؟ قالوا لي يجمع القراريط، يعني هاي ربابي مال أطفال، تعرف لها؟ لأن فقيرة ما يملك شيء. هذا ليش يعني يرعي غنم يجمع قراريط؟ تدري حتى بعدين يكملون لك المسلسل إذا بلغ مبلغ الرجال حصل لي واحدة غنية تركب سيارة لكسيد وعندها سيف تجيب البنايات الفاخرة حوش على أملاكها ووقعها في قصة الحب والعشق والغرام. نص الليل ما تنام واتسابات تعطي تعال تزوجني أبا أموت عليك. خديجة الطاهرة الصديقة الكبرى سيدة نساء أهل الجنة، هالشكل توصفونها في كتبكم، ألا تخجلون يا أبناء المسلمين؟ يعني هذه هي الانتهازية بأبشع صورها، وفي الأخير خد فلوسها ونيمها على بساط الفقر، هو أي معناته؟ هذا كله فقير فقير لأجل هذا الهدف، لا حسب ولا نسب ولا أصل له. أي نسب تريد؟ ناصع الحسد في ذروة الكاهل الأعبى. شو يريدون ذولا بني مضيع؟ يريدون يقضون على شخصه، ماكو أحد اسمه محمد، خلاص محوم الغو. هاي آمنة طمسوا قصرها راحوا خربوا، وعبد الله مو مداح مفتح سايل أبناء المسلمين، والد النبي 25 سنة شلون مات؟ شباب مريض في علة في مشكلة، إنزين إذا مات أين دفن؟ هذا ابن عبد المطلب ما يدري وما تقدر تتكلم. تقية ادخلوا على حضرته من باب السلام. هاي باب السلام شنو؟ هنا مكة قول باب بني شيبة، لأن هو المدفون طبق على الكفر أوثان تدخل إلى بيت التوحيد. لكن هنا ليش بعد هذا اللي مشاهد باب البقيع اللي حيدخلون من الزوار بقيه؟ هم ما دارين شو القضيه، لو يسمعون كلامنا يمكن بعدين هم يقفلونه والله يسوون لهم تجربه ثانيه. لان عند الباب مدفن والد النبي عبد الله، فمن توصل اول تقف عند الباب تسلم على والد النبي، يعني تظهر معتقدك وايمانك بطهاره العمد النوري والسلسله الميمونه المباركه كلها انبياء واوصياء واتقياء من لدن ادم الى نور نبينا الاعظم محمد. هو قام يعلن ايها الناس ولدت من نكاح ولم من سفاح. وش اللي خلى النبي يتكلم هذا الكلام؟ يرد على بني اميه انهم هم الذين طعنوا فينا. هذا الواقدي بعد جاب الروايه يقول اصلا محمد مو من قريش ولا هو عربي، كان من الباديه في الشام ما ادري وين، لا حتى جنسيه ما عنده، سلفوا جنسيته وفق الهويه.
شناوين ذولا بين الميه ضربوا كل على المقدسات. اذا تلاحظ كل مقدسات الاسلام هذا النبي وانتهكوا حرمته. ولو تروح تقلب صفحات كتب المسلمين جمل الصحاح كل الصحاح روح للاسانيد والسنن سنن يا سنن حسابها والله دورات ضخمه 60-70 مجلد الفيزات تروح على الفاضي كل السنن سنن سنن يعني وين يعني هذا سلوكيات وشياكي وشيشاك ثوبه طويله لحيه قصيره يحط مسواك لو ما يحط مسواك هاي تناديش هامشيه ما لها مزيد اهميه لا ترقى لمستوى المستحبات. وتاليها لن تجد صوره في كتب صحاح المسلمين لشخص النبي صلى الله عليه واله الا واحد لحيته وشطوله الى صدره وثوبه الى ركبته وقاضي مسواك بحلقه 24 ساعه وينظم ويعدل فيها اللحيه. اذا جنه الليل طرق بيوت نسوته من باب الى باب، واذا طلعت الشمس شال السيف على كتفه وقام يقص في ارقاب الاوادم. هذا نبي دواعش، هذا مو نبي رحمه. هم يريدون هاي المواصفات، ما بتحصل صوره للنبي غير هاي الصوره التي عشعشت في اذهان المسلمين. راحوا سالوا هذا السينمائي المخرج قلت ايش سويت؟ لانه مشكله ويا المسلمين قومت الدنيا مثلت عليهم اذكار كثيره. هذا قال مو من عندي، هذه كتبهم تقول هكذا. هم يصفون نبيهم بهذه الصفات، سلخ قضاء حرب. هي حرب، هي حرب نورية. وحكي صار لي الحين 1400 سنة، مو سهل أنت تجد غير المفاهيم. بعد يبقى لك 1400 صارت كان يلا يلا تعدل الكفة. شغل منظم مو مال يوم يومين، سنوات مشتغلين عليه. نبي قضوا عليه. مدينة استباحوها العاصمة ثلاثة أيام، أجلاف أوغاد أوباش استباحة كل شيء حلال، كبس المدينة باللي فيها في وقعة الحرة كعبة وهدموها شالوها ودوها نام نقلوها إلى عاصمتهم إلى الشام. حطوا صهرة وقال يلا تعالوا طوفوا عليها، وراحت الناس تطوف ونحروا الأضاحي حجوا لتلك الصهرة من دون بيت الله الحرام. خلاص مسحنا خلدنا لولا جهود أمير المؤمنين السد المنيع اللي وقف في وجه هذا الفساد والانحراف. الانقلاب مو الانقلاب أصرح وأوضح حسب صريح الآية أفإن مات أو قتل انقلبت انقلاب. وقف أمير المؤمنين ولا على بالك بالسهل على علي سلام الله عليه أن يضحي. يضحي بماذا؟ بأعز الأشياء لديه، بالزهراء اللي هي روح رسول الله. وهي وش اللي خليها توقف الوقفة؟ أنت قاعدي مكانك لا يأذونك لا يقتلون، تقول لا الدين راحت الدعوة وأهل البيت أهون ما عليهم أن يقدموا أرواحهم، يقول أنا أبذل روحي في سبيل دين دين الله عز وجل. وقف علي في وجهه، انت بعد بترد تعيد لنا القضيه من جديد؟ ما ابينا نخلص منه 23 سنه معارك وغزوات وحروب طاحنه، لا والله نسحبك بحبال من رقبتك. قضوا عليه، ما اغتالوا بمؤامره، علي اغتيل اغتيالا ولا من يقدر على امير المؤمنين. خلصوا منا اجاهم الحسن، انا بعيد دين جدي، لا والله نقطع كبدك قطعه قطعه. خلصوا من الحسن رد اجاهم هذا بعد، ان كان دين محمد اوه ما تخلصونا، ما اريد دين، خلاص ما اريد محمد، ما في احد بيسوي لكم اسلام جديد، والله مقطعك بالسيوف اربا اربا. واللي يقرا تفاصيل الواقعة مي حرب مو معركة، لو قتلوا قتال كان يقول خلصنا. قتل الرجال ذبح الشجعان والأبطال، وضعت الحرب أوزارها خلصت معركة، يلا شيلوا على بلادكم. بعد ما ذنب هذه النسوة والأطفال
تهجرهن من بلد إلى بلد. بنات رسول الله يا أمة السوء لا سقيا لربعكم. يا أمة لم تراعي جدنا فينا، قدامها ابو فاضل والاقمار الهاشميه والادويه ترفرف على راسها، لكن رجعت على اي حاله وحده ولبت الضار. قد شاب شعر راسها يا تصفق بكف على كف، مدينه جدنا لا تقبله شاعرا. هل تجيد شيئا من الشعر؟ قال بلى مولاي. يا بشر انزل المدينة وانعى أبي الحسين. انطلق بشر بن حذلان جاء إلى مسجد رسول الله، مسك بعبادتي باب المسجد وأخذ المعتزلي يقول دخل بالرأس الشريف ورمى به في فناء المسجد حتى ارتطم الرأس الشريف بقبر رسول الله، وقال يوما بيوم بدر يا محمد انكبت زينب على قبر جدها. جدا ليتك تنظر إلى ذلك الصدر المطهر وهو تحت حوافر الخيول.
وجه الوالده الحنونه انكبت على قبر الزهراء امه اديت ناعيه اليك اخي الحسين نادت يا فاطم يا فاطم يا ام البنويا يا عمر ويا القبر تخفي من بين الدموع جيبي سدر لابنك وكفو أهل المدينة لحظات ولا أم البنين واقفة على عتبة الدار دخلت أم البنين مدهوشة تفتش وجوه العلويات وين زينب الوالد نظرت إليها ما عرفت تشوف الملامح متغيرة انت مخدرت عليه زينب اين اخوتك وين الحسين وين ابو فاضل ما عادت ما اقدر احجي لك بالقرلات الجديد ترى قلبي مجرح والسهر عامل عيوني امل ضاعت والدهر خيب بالحسرات والآتين خرجنا عنك بالأهلين جمعا رجعنا على رجال رب العزيز اشفي مرضانا فك أسرانا سهل مطالبنا خذ لنا بحقنا ممن ظلمنا إلهي فك قيد أحبتنا أرجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين منصورين يا رب العالمين جماعتي الحاضرين والمؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع اللهم احفظهم فردا فردا من كان في مجلسنا هذا طالب حاجة اللهم اقضها ويسرها له يا قاضي الحاجات إلى أرواح موتانا موتاكم من مات على الإيمان في الخصوص إلى أرواح مولاتنا أم البنين ما
لشفاء المرضى وفك الأسرى وقضاء الحاجات والنصر والفرج، نهدي لها ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.